النجاح والمراكز الأولى والتتويج بالبطولات. هنجيب لكم أمير أحمد أو معايا أمير أحمد أمير هشام علشان يقول لنا المعسكر انتهى يومه إزاي وكل كبيرة وصغيرة في المعسكر. أمير هشام أهلا بك يا أمير. تحياتي ليك يا كابتن ميدو وتحياتي لكل متابعي قناة الأهلي في كل مكان. يعني أنا بشكرك على تعبك بصراحة وعلى التغطية المميزة. إحنا دايما معانا في كل كبيرة وصغيرة ومعانا في كل وقت شوية مع محمد سعيد وطالع معايا ومبارح، يعني بصراحة تغطية مميزة جدا وتعب. إن شاء الله يتوج الكل بالنجاح يا أمير في هذا المعسكر. ربنا يخليك يا كابتن ميدو، بصراحة الأمور ماشية بشكل جيد هنا في معسكر النادي الأهلي في كرواتيا. الاستعدادات قوية جدا من قبل الفريق والجهاز الفني، كله مركز بشكل كبير، كله عنده حالة من الجدية المطلوبة خلال الفترة دي، وخصوصا ان احنا داخلين على مرحلة مهمة وحاسمة بالنسبة لفريق النادي الاهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا، مباراتي تاون شيب. التركيز كله منصب على المباراتين دول، مباراة يوم 17 ومباراة يوم 27. الجهاز الفني مركز جدا مع اللاعبين سواء في التدريبات او حتى خلال الجلسات اللي بتعقد بشكل مستمر ما بين الجهاز الفني واللاعبين عشان يكون في فكر متقارب بشكل كبير، وخصوصا يا كابتن ميدو زي ما انت عارف جهاز فني جديد اكيد بيبقى ليه افكار مختلفه واسلوب مختلف في الطريقه وفي اللعب، فالتواصل اكيد مهم جدا ما بين اللاعبين والجهاز الفني خلال الفتره دي. فالامور بشكل عام ماشيه بشكل جيد جدا. خليني اقول لك البرنامج الخاص بالفريق ماشي ازاي. منذ وصول الفريق اول امس طبعا ما كانش فيه مران خالص للفريق، الجهاز الفني فضل ما يكونش في مران عشان تجنب الارهاق بسبب السفر. امبارح كان تدريبين على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. النهارده نفس الحال بالنسبه للفريق، فتره صباحيه وفتره مسائيه. خليني اقول لك التوقيتات بالظبط او البرنامج بالظبط بالنسبه للفريق اليومي. يعني النهارده مثلا الصبح الساعه 8 صباحا بيبقى ميعاد الفطار بالنسبه للفريق، بعديه بساعتين بالظبط الساعه 10 الصبح بيبقى المران الاول بالنسبه للاعبين. بعد ما بيخلصوا المران بيرجعوا على فندق الاقامه، بعديها بساعه بالتحديد الساعه 1 بيكون في ميعاد الغداء بالنسبه للفريق والبعثه بشكل عام. وايضا ليها طبعا الفريق بيروح للغرف الخاصه بيه، بيبقى في تركيز، مفيش تحركات كتير بالنسبه للاعبين، خصوصا انت عارف يا كابتن ميدو اكيد حضرت معسكرات كتير زي دي، بيبقى الامور كلها مطبقه في التركيز بالنسبه للاعبين داخل فندق الاقامه، مفيش اي تحركات خالص. بعديها بيبقى المران المسائي بالنسبه ليهم، بيبقى الساعه 5 مساء بيخلصوا المران بيرجعوا على فندق الاقامه، بيبقى في ميعاد العشاء الساعه 8 بالليل، وبعديها الفريق على طول او كل اللاعبين بيتوجهوا للغرف الخاصه بيهم. الاجواء بشكل عام جيده جدا سواء من ناحيه المناخ، من ناحيه مقر الاقامه، من ناحيه ملعب التدريب جيد جدا جدا جدا. خلينا اقول لك المناخ يمكن درجه الحراره يوميا بتبقى ما بين 23 او 25 درجه، يعني الجو مناسب قوي قوي قوي، لا هو حر قوي ولا المود برد بالنسبه للاعبين، فاعتقد جو مناسب وملائم جدا بالنسبه للفريق. النهارده بس الصبح كده او من امبارح بالليل الساعه 2 كان في مطره شديده قوي لحد الساعه 9 الصبح قبل المران بتاعها بالتحديد، وبعد كده الشمس طلعت الامور عادي خالص، اي مشكله بالنسبه للاعبين او مفيش اي عوائق بتواجه الفريق بشكل عام. الامور ماشيه بشكل جيد يا كابتن جدو، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله دي، وانت عارف ان هي مرحله مهمه وحاسمه بالنسبه للفريق بيستعد من خلالها لبدايه او العوده لبطوله دوري ابطال افريقيا. بكره ان شاء الله هيكون مران واحد بس تمام لفريق النادي الاهلي، هيكون في تمام الساعه 5 مساء، وخصوصا ان بعد بكره اولى مباريات النادي الاهلي الوديه هنا في كرواتيا وهتكون بالتحديد في سلوفينيا. الفريق هياخد اتوبيس بعد الغداء مباشره، يعني الاتوبيس هيتحرك الساعه 2 او 2 ونص هنا في كرواتيا لحد سلوفينيا. الطريق بيستغرق حوالي ساعتين عشان ان شاء الله يخوضوا اول مباراه امام فريق اولمبيا السلوفيني اللي هتكون مباراه في تمام الساعه 5 والنصف من المفترض طبعا يعني، لكن كله ماشي بشكل جيد. خليني اقول لك برضو ان بكره هينضم الدوليين لمعسكر النادي الاهلي، هيوصلوا كرواتيا الساعه 11 صباحا، لحد ما يوصلوا مقر الاقامه هتكون الساعه 1 ظهرا. طبعا الطريق من المطار لمقر الاقامه حوالي ساعتين بالظبط، وخصوصا ان مكان المعسكر خاص بفريق النادي الاهلي على الحدود مع سلوفينيا، تمام، المسافه يمكن بعيده شويه. هينضم ان شاء الله الدوليين بكره بتوع النادي الاهلي، بعد بكره علي معلول ان شاء الله هيوصل تقريبا في نفس التوقيت لسه حسب خطوط الطيران الخاصه بعلي معلول، وهو جاي طبعا من تونس زي ما احنا عارفين عشان يكتمل ان شاء الله الفريق بشكل كامل في هذه الفتره المهمه يا كابتن. تمام يا امير، يعني معلومات طبعا
كافيه وواضحه لكل مشاهدي قناه الاهلي، واكيد هم عايزين يعرفوا معلومات اكتر. كلمنا عن الاكل والشرب وطريقه المعيشه في الفندق، يعني كلمنا عن التفاصيل الصغيره اللي بيحبها جماهير نادي الاهلي يا امير. زي ما بقول لك كابتن ميدو، يعني انت عارف المعسكرات دايما ما بيبقاش فيها يعني حاجات مختلفه خالص. الاكل ده اكيد طبعا اكل مناسب جدا بالنسبه للفريق، سواء الفطار الغداء العشاء، كلها الكونات اللي بيحتاجها الفريق وبتساعده صحيا بشكل كبير جدا ان هو يؤدي تدريبات بشكل مريح. فده طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، بالحاجات دي بيبقى في اهتمام كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي بيها، عشان هي بتبقى احد الاشياء المهمه بالنسبه للاعبين في خوض التدريبات، ويكونوا يعني صحيا لائقين لخوض التدريبات بشكل عام. فاكيد الاكل بيبقى مناسب وملائم، بيبقى على حسب طبعا الاختيارات والمكونات اللي تفيد اللاعبين في الفتره دي. لكن خليني بالمناسبه كمان اكلمك عن بعض اللاعبين وحالتهم، يعني يمكن زي ما احنا عارفين ممكن يكون في بعض الاصابات. يعني انا كنت اقول لك على الاصابات والحاجات دي، يعني ماشي اتفضل. تمام، احمد السيف يعني لسه شويه عنده جزع في الركبه امام حوالي 10 ايام او اكثر قليلا، فبالتالي لسه بيعمل بعض التدريبات التاهيليه مع دكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. باسم علي للاسف بعد ما كان شارك في التدريبات الصباحيه امبارح خد خبطه في الركبه، انتصف التدريب المسائي في نفس الاصابه بالنسبه له، فيعني لسه ما تحددش مده غياب باسم علي، لكن هم مستنيين الالام بالنسبه له تروح عشان يقدروا يحددوا هل باسم هيقدر يشارك في التدريبات بشكل طبيعي ولا هيبقى محتاج وقت اكتر. ده بالنسبه لا وضح لي الاصابه يا امير، وضح لي اصابه باسم تحديدا، هي الاصابه القديمه جات له تاني؟ اللي هي هو عنده يعني زي الام في رباط الركبه، في نفس الركبه اللي كان مصاب فيها الفتره اللي فاتت. الالام عودته امبارح في المران المسائي، فعشان كده طبعا تم راحته وبيعمل بعض التدريبات العلاجيه والتاهيليه بالنسبه له. لسه الامور بالنسبه لباسم علي هنعرف خلال بكره هل هيقدر ان هو يلحق التدريبات بشكل عام في المعسكر، لكن الحاله يعني مش صعبه قوي، يعني تمام تم خطير هيقدر يعود للتدريبات بشكل جماعي مع الفريق. بالنسبه لحسام عاشور، حسام عاشور كان اتصاب في المران الصباحي امبارح اللي هو اول مران للنادي الاهلي، ما شاركش او باتش كارترون فضل ان هو ما يشاركش في التدريبات، فبالتالي ما شاركش في مران المسائي، والنهارده كمان الصبح ما شاركش، لكن المران المسائي لسه منتهي منذ لحظات يا كابتن ميدو. تمام، شارك بشكل طبيعي جدا، بيسدد على المرمى بشكل جيد جدا، فحسام عاشور خلاص تمام يعني التدريبات بشكل عام، يعني الامور كويسه ان شاء الله. اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله المهمه دي يا كابتن. كلمني عن حاله الانضباط بصفه عامه في المعسكر يا امير، خصوصا باتريس كالديرون مش عايز اقول اظهر العين حمراء، لكن هو يعني قال يا جماعه احنا مش جايين نهزر، وابتداها مع احمد حمدي باستبعاده خارج معسكر اوكرانيا. كلمني عن حاله الالتزام العامه في هذا المعسكر. انت عارف دايما يا كابتن ميدو اي مدرب اجنبي يعني ما بيبقاش بيهزر، بالذات الراجل ده بصراحه راجل يعني شخصيه جيده جدا، هو مش يعني طريقته مش بعجرفه مثلا مع اللاعبين او يخلي اللاعبين ما تحبوش، لا، بس في نفس الوقت هو بيبقى عنده مبادئ معينه. تمام. اشياء معينه ما فيش فيها هزار خالص. وفي نفس الوقت كمان انا شايف ان هو بيكتسب حب اللاعبين من خلال التدريبات. الراجل يعني في بعض الامور كده بيبقى بيتكلم مع اللاعبين ممكن بعد التدريبات في الاوتيل، او حاجه شاف لعيب مثلا او حاجه قاعدين بيتغدوا بتاع، بيبقى في هزار، بيبقى في جو من الفرح. يعني انا بيفكرني شويه الحته دي بالذات بمستر يورجن كلوب المدير الفني بتاع ليفربول، يعني صاحب اللعيبه كده شويه، وده جزئيه مهمه. الراجل بيشتغل على العامل النفسي بشكل جيد جدا جدا مع اللاعبين، وده شيء مطلوب يعني بالنسبه لهم. فبالتالي الالتزام كبير جدا من اللاعبين، وخليني اقول لك ان لعيبه النادي الاهلي دايما يا كابتن ملتزم على الالتزام. اكيد اللي بيغلط او حاجه دايما طبيعي بيتعاقب، زي ممكن حاله احمد حمدي. الجهاز الفني شايف انه غلط في حاجه معينه، فشايف ان المناسب بالنسبه له الفتره دي انه لازم يتعاقب، ما يبقاش موجود في معسكر الفريق. وهي بصراحه يعني كانت مرحله مهمه جدا لاحمد حمدي وفرصه كويسه بالنسبه له، لكن درس اكيد هيتعلم منه. في جزئيه كمان يعني فيما يخص وليد ازارو، الراجل يمكن قعد مع الجهاز الفني سواء مستر باتريس كالديرون في البدايه، قعد مع كابتن محمد يوسف الاول، بعد كده قعد مع كالديرون وكابتن محمد سويا، اتكلموا كتير مع بعض. الولد ان الولد جاي له عرض مغري ماديا،
فبالتالي ممكن تكون وجهه نظره او هو شايف ان الافضل الفتره الجايه انه يخرج، فخلاص بس ماجد كارترون كابتن محمد يوسف خلاص احنا هيجي لنا عرض مناسب بالنسبه للنادي، العرض المناسب مثلا 10 مليون لو اوكي احنا موافقين، لو مش اوكي انت هتبقى مكمل معانا. في نفس الوقت وليد ازارو قال خلاص اللي شايفه النادي انا ما عنديش اي مشكله فيه، انا اصلا داخل النادي الاهلي وملتزم. عايز اتكلم بالذات على التزام وليد ازارو، لاعب محترف جدا يا كابتن، الراجل رغم ان في عرض وفي كلام كتير عن ان هو ممكن يمشي من النادي الاهلي، لكن هو على فكره بيحب النادي جدا وبيحب جمهور النادي الاهلي جدا، فملتزم جدا في التدريبات، بيأدي التدريبات بشكل كبير. امبارح في التدريبات بالتحديد امبارح اللي هو كان اكثر يوم فيه كلام على وليد ازارو، كان متألق بشكل مثبت جدا في التدريبات، فده معناه ان هو لاعب محترف. يعني طبيعي انه ممكن يجي له عرض يوافق عليه، ممكن النادي ما يوافقش، لكن هو سايب كل الامور دي للظروف، وزي ما اداره النادي الاهلي تشوف الامور المناسبه بالنسبه لها وايضا المناسبه بالنسبه له. فبالتالي هو مركز بشكل كبير جدا وبيأدي التدريبات بشكل جيد جدا، ومش هو بس كل اللاعبين يعني بيأدي التدريبات. خليني اقول لك ايضا ان حسام عاشور يعني كابتن فريق النادي الاهلي بيبقى في جلسات ما بينه وما بين اللاعبين بيكلموا عن الفتره الجايه واهميتها وضروريه هذه الفتره بالنسبه للفريق وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي اللي متعطش جدا 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 لبطوله دوري ابطال افريقيا بعد غيابها فتره كبيره، مش متعودين على كده، لكن هي بطوله مفضله دايما للنادي الاهلي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ان هو ياخدها تاني ونرجع نلعب في كاس العالم للانديه. فبالتالي يعني في تركيز كبير ان شاء الله منهم، وربنا يا رب يوفق اكيد الجهاز الفني واللاعبين في المرحله المهمه دي قبل ان شاء الله ما يرجعوا للقاهره ويواصلوا تدريباتهم عشان المباراه المهمه امام فريق تاون شادي يا كابتن. يعني امير اخر سؤال عشان اعرف ان احنا يعني بنتعبك شويه معانا، لكن معلش بقى استحملنا شويه، يعني قول لي مدى استيعاب اللعيبه لفكر باتريس كالترون حتى هذه اللحظه. طيب مع التدريبات، مع توالي التدريبات، مع توالي الوقت اكيد ومرور الوقت بيبقى في استيعاب اكبر بشكل كبير. انا سالت بعض اللاعبين في هذه الجزئيه بالتحديد، هم شايفين ان مع الوقت بيبقى في استيعاب لفكر مستر باتريس كارتيرون، خصوصا ان فكره اكيد مختلف عن فكر الجهاز الفني السابق بسبب كابتن حسام البدري. فبالتالي الجلسات زي ما قلت لك في بدايه المكالمه كان شيء من ضمن الاشياء المهمه جدا في استيعاب فكر الراجل، الشكل اللي عايز يلعب بيه، الامور التكتيكيه، ويمكن النهارده واضح كمان في التدريبات في بعض الامور التكتيكيه اللي ركز عليها بشكل كبير مستر باتريس كارتيرون. واضح بالنسبه له ان الناحيه التكتيكيه طبعا بالنسبه لاي مدرب مهمه جدا، لكن هو مركز بشكل كبير جدا على هذه الجوانب، وايضا الجوانب البدنيه احدى العناصر الاساسيه بالنسبه له. فاذا الراجل مركز بشكل عام في كل الامور اللي تهم الفريق، وخصوصا ان هو طموح جدا يا كابتن ميدو وهو متفائل. طيب للاسف المكالمه انتهت مع امير هشام، لكن اعتقد ان امير يعني قال لنا معظم الحاجات اللي انا كنت عايز اساله عليها، لان انا كنت عايز اطمنكم بصراحه عن كل كبيره وصغيره، حتى قلت له حتى الاكل والشرب في المعسكر عشان تطمنوا على كل حاجه في معسكر